طيب يلا قول المكونات بقى. 2 بيضه. يلا نحط مع بعض كده. ماشي. اقلب انا ولا هتقولي؟ اقلبي اللي يريحك. معلقتين فانيليا. فين الفانيليا؟ فينك يا فانيليا؟ دي الفانيليا. دي الفانيليا. انا احساسي بقى. 2 كوب دقيق. ده لسه بقى. ماشي دلوقتي نقلب. وفين كوب لبن؟ بصي يا توتا، اللبن هنحط معاه عصره ليمون. ليمون اهو بالشكل ده، ونسيبه شويه لحد ما نجمع بقيه المكونات عشان ايه يكتل معانا، يعمل زي الرايب او معلقه صغيره من الخل. كوب سكر. نجيب السكر نحطه. بسم الله. زيت. زيت معانا هنا؟ زيت؟ لا مفيش زيت. ناخد طيب. من هنا. ناخد من هنا زيت. هقلب بس السكر كده. كملي المكونات يلا. يلا. وزي عصره ليمون. نص كوب كاكاو. كاكاو. ماشي اهو. نحط بقى الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. نص كوبايه. 80 جرام لا كاكاو. ده اللي هيتحط مع المواد الجافه. ايوه تمام. هنقلب كده لحد ما ندوب السكر كويس جدا اهو. طبعا احنا ممكن نستخدم العجان، بس انا بفضل كده قدامكم كل حاجه سهله وبسيطه، مش محتاج. اللي ما عندوش ممكن يعمله في الخلاط. كل المواد السايله نحطها في الخلاط ونضربها كويس جدا، وبعد كده ننزل بالمواد الجافه في بوله ونحط عليها المواد السايله ونقلب كله مع بعضه، هيبقى جاهز معانا ان احنا نشتغل على طول. تمام. بس كده يا توتا. احنا عايزين ايه؟ محتاجين ايه بقى دلوقتي؟ نجيب المنخل تاني وننخل الدقيق. انت بتحبي نخل الدقيق؟ ها اهو. بحس براحه نفسيه. طيب ممكن تمسكي كده اهو، اساعدك انا في الدقيق. حبه حبه بس كده بالراحه بقى، واحنا بننخل بالراحه. ايوه نخبط من الجنب كده بالراحه ولا تزعل نفسك. خبط من الجنب التاني. ماشي. بينزل في الـ بينزل في الكم بتاعك، خلي بالك. مش مهم. توتا طباخه ماهره، مش فارق معاها هدومها. بس كده نكمل اهو. انا عندي بخش المطبخ، اهم حاجه عندي ان انا اطلع الوصفه بشكل حلو وطعم حلو. مش مهم المطبخ بقى هيجرى له ايه. المهم انا بقى نحط بقى البيكنج باودر ونحط. يلا ماشي. نحط بقى كده ده قهوه سريعه الذوبان. بنحط معلقه. تمام. اهم حاجه بقى يا توته هننخلها الكاكاو بالشكل ده وبالراحه بقى. بالراحه كده نوطي ايدينا وبالراحه. هو اللي انا حطينا كل الحاجات الجافه يا توته كده مع بعض، نخلناها كويس جدا. ليه بقى يا توته؟ قولي لهم ليه. عشان الكور اللي بتبقى موجوده كده، شايفين دي مهم جدا، لو حطيناها بتعمل كلكعه كده وبتبقى مش حلوه خالص في الوصفه. معانا تليفون ونقول مين؟ ممكن معلقه؟ نقول مين؟ رميساء. ايه الاسامي الجميله عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ ازيك يا شيف؟ الحمد لله يا حبيبتي، زي الفل. انت عامله ايه؟ الحمد لله. انا عايزه وصفه يعني تبقى صحيه لبنات عمرهم 10 شهور. لولاد عندهم 10 شهور. ببيعات عندهم 10 شهور. خلاص يا حبيبتي تمام. حاضر. من عيوني. حاضر. نعمل حلقه كامله عن الموضوع ده. تمام. ليكي اي طلبات تانية يا قفلت؟ طب يا قلبي شكرا لاتصالك. شكرا ليكي يا حبيبتي. كده خلاص. بقى توتا بتعمل كده الصح، انها بتاخد الكاكاو تشيل منه اي كلكعه كده عشان خاطر ما يبقاش فيه اي كلكعه في الوصفه بتاعتنا اللي هي الكيك بتاعنا. تمام. طيب ممكن نستكفى بدايه توتا كده. خلاص اهو كفايه. ماشي. بنقول كفايه ونعمل كده ونقلب. نقلب بقى بالراحه واحده واحده كده. بصي يا توتا يعني ايه من فوق لتحت. ممكن اديكي سباتيلا كده في الاول. اهو. بصوا دايما لما تيجي تعملوا الوصفات دي تأنوا شويه، يعني خدوا راحتكم، وبالذات لما يكون معاكم اولادكم في المطبخ، لان الموضوع بيبقى محتاج مننا صبر، لان هم مش زينا، بيبقوا محتاجين ايه تعلميهم باستفاضه اكتر، توريهم، لان زي ما انت شايفه كده ممكن يحصل شويه لخبطه، ممكن حاجه تقع، الحاجات دي كلها، فبيبقى محتاج مننا هدوء. احنا ده من الطبيعي يعني. ده من الطبيعي. يعني ده من الطبيعي بتاعنا. انا بقى بعمل ايه؟ اخلص مطبخي واخليه زي الفل وقشطه، واسيب لتوتا المطبخ بتخليهولي قمر. قمر
تخش تعمل وصفه زي دي وبقول لها اغسل مواعين ما بغسلهاش. ما بتقولي ايه؟ خلاص خلاص انا هعمل وصفه وهنضف المطبخ وهخلص كل حاجه في الحوض. اللي بتقولي كده عبال ما تخلص تسيب لي الحاجه في الحوض وتمشي. في ايه؟ بقى تعبت بقى. تعبت خلاص مش قادره اكمل، اعمل ايه طيب؟ فيعني تمام. تمام يا توتا بقى. عايزين اللبن؟ اللبن حاضر. احنا كل ده ما حطيناش اللبن. ليه بقى؟ عشان سايبينه عشان زي ما قلنا يقلب معانا رايب قوي يكتل. بصوا انا عايزه اجيب معلقه. شايفين؟ ثانيه يا توتا. شايفين الوش اللي خده اصلا؟ بصوا التكتيله دي معايا هنا؟ معايا ولا؟ بصوا في تكتيله كده حصلت، وكل ما تسيبوه شويه كمان هتلاقوه. عارفين زي اللي ايه؟ قطع اللبن القاطع. بيبقى فيه كده ايه؟ شويه كده تحسيه فيه زي قشر كده، هو عمل منه فيه زي قشطه كده.